أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سؤال قد تكرر كثيرا، ويقول السائل فيه: هل يجوز الخروج من بلد انتشر فيه وباء انفلونزا الطيور، وهل يعد هذا من الطاعون الذي انتشر؟ البلاد التي ينتشر فيها الوباء لا يجوز الخروج منها ولا يجوز القدوم إليها كما في الحديث، فإذا كان في بلد وباء انتشر فأنت لا تروح لها، ارجع. وقد رجع عمر رضي الله عنه عن الشام لما وقع فيه الطاعون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه، أما اللي فيها فلا يخرجون، يبقون فيها ولا يجوز لهم الخروج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن خروج منها، يبقون فيها. ولعل في هذا سر، وهو أن لا ينتشر المرض، وهذا ما يسمى بالحجر الصحي، له أصل يعني. نعم، أحسن الله إليكم، انتهى الشيخ. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.